بسم الله والابن ابن الروح القدس انا واحد امين حلقه جديده من ثابت فيك وهنستكمل النهارده الطقوس والعادات اللي بنستخدمها او يعني بنتعامل معاها اثناء صلاه الثالث بعد انتقاد الاحباء هناخد النهارده ليه بقى الناس بتاكل السمك في الحقيقه في كتير جدا من الناس في صلاه الثالث بيفضلوا اكل السمك طبعا يعني بنقول انه ده في الايام المسموح فيها فيها باكل السمك يعني بنقول ان العاده دي هي عاده في الحقيقه مسيحيه ومش عاده فرعونيه زي ما بيعتقد البعض ويمكن السبب اللي بيخلي الناس بيحبوا اكل السمك آآ آآ وقت صلاه التالت او يوم صلاه التالت في الحقيقه السيد المسيح نفسه ظهر لتلاميذه بعد القيامه واكل معهم سمك يقول كده في لو 24 وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم عندكم ها هنا أيضا طعاما فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد العسل السيد المسيح هنا في الحقيقة كمان بنقول أنه بارك كمان في معجزة شهيرة جدا الخمس خبزات والسمكتين وفي معجزة ثانية بارك سبع أرغفة وقليل من صغار السمك السمك كمان في الكتابات والفنون المسيحية كان رمز للمسيح نفسه والمولودين بسر المعمودية وكمان السمك رمز السر الافخارستي وبعض الناس كمان يقولوا ايه ان الحروف اليونانيه الاولى لكلمه اخفس او سمك دي ممكن نجمع منها بدايات لخمس كلمات اللي هي يسوع المسيح ابن الله مخلص السمك كمان بيتولد من الميه وكذلك ايضا الشخص المؤمن بيتولد من مياه المعموديه او في مياه المعموديه مولود جديد يستحق الميلاد الثاني ويصير مؤمن بالسيد المسيح. وكمان البعض يقول ايه بقى؟ ان المعموديه في الحقيقه هي ولاده ثانيه او ولاده ثانيه آه بمثال موت المسيح ودفنه قيمته. فالسمك هنا كرمز المعموديه يمكن انه يرمز الى الولاده من القبر في الحياه آه الثانيه او في حياه الظهر الاتي. عشان كده المسيحيين في الحقيقه بياكلوا السمك في الولائم او في التذكارات الخاصه بالمتوفيين آه او المنتقلين علشان يعني يقولوا احنا لينا رجاء في الحياة الأبدية تاني برضو طيب نسأل السؤال مرة تانية بس بأسلوب تاني وناخد نقاط برضو جديدة شوية هل أكل السمك في صلاة الثالث عادة فرعونية احنا قلنا هو في البداية إن أكل السمك في الأساس هو عادة مسيحية وليس فرعونية تعالوا بس أقول لكم ما يخص الفراعنة في الحتة دي السمك في الحقيقه كان طعام متوفر جدا وطعام معتاد جدا عند القدماء المصريين لكن السمك كان عند قدماء المصريين من الناحيه الطقسيه هو طعام نجس في كتير من الاوقات او في كتير من اجزاء الدوله وكان الاشخاص المقدسين زي الملك والكهنه مش ممكن ياكلوا ابدا سمك في اي يوم من ايام السنه ليه بقى لانه هم الفراعنه كان عندهم يعني بعض الاساطير زي مثلا عقيده اوزوريس كانت بترمز او كانت بترمز في هذه العقيده السمكه رمز للشر لان هنا كانت بترمز لاخوه الشرير ست وكان المصريين القدماء بيتعاملوا مع السمك كرمز للنجاسه وكانوا بيحرقوه ويدسوه بالرجلين في بعض الاحتفالات الطقسيه ليهم لان هنا بيرمز للاله ست الشرير لكن في شمال شرق السمبلوين كانوا بيعتمروا السمك حيوان مقدس في الحقيقه بناء على اسطوره تانية لكن ناكد ايه بقى ان اكل السمك في الحقيقه هو عاده مسيحيه باقتدار وليس عاده فرعونيه في الطقوس اللي تخص الموتى طيب ننتقل بقى لمجموعه تانية من الاسئله في الحقيقه بعيدا عن العادات والطقوس المرتبطة بصلوات الموتى السؤال يقول ايه بقى ازاي نقبل شفاعة أو صلوات شهداء قديسين عننا أو ناس ماتوا يعني ازاي نصلي الناس ماتوا ازاي نقبل شفاعة أموات في أحياء السؤال ده يتسير كتير جدا لك يعني ده حبيبي مجرد عظم يعني ده واحد أصلا ولا سامع ولا شايف ولا حاس بينا ازاي يعني نقول ان فيه او نطوا بشفاعه ناس ماتوا ما بقوش موجودين خلينا نقول ان الاجابه على هذا السؤال اجابه بسيطه جدا لكن احنا هناخدها في نقاط متعدده علشان نطلع الاجابه بالتفصيل من داخل الكتاب المقدس الاعتبار الاول في الحقيقه احنا بنسمي الناس الراقدين احياء المسيحيه بتؤمن ان الروح البشريه هي روح خالده لا تموت بموت اصحابها وبناء عليه بنسمي الناس اللي انفصلت روحهم عن جسدهم منتقلين او راقدين مش اموات وبنتعامل مع الراقدين هنا ان هم احياء. وبالتالي بتردد الكنيسه في صلواتها الاعتقاد ده تقول كده ايه؟ لانه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. ونقول بقى كمان بعض الادله والاثباتات من الكتاب المقدس لتثبت صحه هذه العقيده. يعني مثلا في جامعه 12 7 نقول ايه بقى؟ يرجع التراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها وفي أيوب 19 يقول إيه بقى وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله السيد المسيح كمان في يوحنا 11 يقول إيه بقى من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وأمن بي فلن يموت إلى الأبد وبرضه في يوحنا 11 يقول لعازر حبيبنا قد نام يا رب ده ميت ده ميت بقاله أربع أيام في القبر ويعني الجث الجثة أنتنت يقول لك لا هو نايم لأن دي العقيدة بتاعتنا إن اللي انتقل وفرقت روح عن جسده اسمه راقد أو نايم وفي في موت ابن تشايرس يقول لهم كده إيه الصبية لم تمت لكنها نائمة يبقى هنا السيد المسيح لكل المجد بيقول إن كل الأموات هم في الحقيقة أحياء فبيقول لهم كده وبيذكر سامعيه عن موسى كده لما ربنا قال له أنا إله أبيك. إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب، حسب خروج تلاتة ستة. ويعلق على القول اللي قالوا ليس الله إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. طب إذا كان ربنا هو نفسه بيقول الناس المنتقلين زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هم دول ناس أحياء مش أموات، إزاي نقول عليهم إن هم أموات؟ وكمان يقول في الحقيقة عن المؤمنين بيه أو بكلام ربنا انه في الحقيقه الحق الحق اقول لكم ان كان احد يحفظ كلامي فلن يرى الموت الى الابد وده على حسب يوحنا 8 51 يبقى الكتاب المقدس هنا في الحقيقه بيدعو موت القديسين انطلاق من الجسد تحرر من ربطات الجسد خروج من الوطن الارضي ده او الوطن المنظور والاستيطان في وطن ارقى واسمى من اللي احنا عايشين فيه ده اللي يعبر عنه في الحقيقه سمعان الشيخ في لقاء 2 يقول ايه؟ الان تطلق عبدك يا سيد بسلام حسب قولك لان عيني قد اه ابصرتا خلاصك. يبقى هنا في الحقيقه الشخص المنتقل هو شخص منطلق او راقد او نايم. وبولس الرسول يقول كده ايه؟ لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. يبقى هنا الكتاب المقدس في العديد من الايات وعلى لسان رب المجد نفسه ما سماش الناس اللي فرقت روحهم عن جسدهم اموات لكن سماهم نيام او راقدين. الموت في المسيحيه في الحقيقه هو الخطيه فكل شخص في الحقيقه يعني بيعمل خطيه هو شخص ميت، ميت روحيا. والحياه عباره عن ان الانسان يحيى حياه الايمان والقداسه والصلاح يبقى في كل مره بتوب وبعترف انا برجع تاني نفسي لمسار الحياه وفي كل مره بغلط انا بروح لفكره ان انا بقيت انسان محكوم عليا بالموت. وبقيت ميت روحيا يبقى هنا كل شخص آمن بالرب يسوع وعاش حياة التوبة والنقاوة هو هنا يعتبر قايم القيامة الأولى يعني هنا قايم من الخطية سواء في حياته بالجسد أو عند انطلاقه من هذا العالم والكتاب المقدس يقول عن الناس اللي قاموا القيامة الأولى يقول كده إيه ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورتهم ولم يقبلوا السمة على جبههم ولا على أيديهم هذه هي القيامة الأولى ويكمل في العدد ستة يقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى مين هم بقى اللي ليهم نصيب في القيامة الأولى دول دول الناس اللي ما مشوش ورا كلام الشيطان دول الناس اللي ما قبلوش ان هم يكون ليهم سمة الوحش يعني ما بقوش شبه أولاد العالم الناس اللي هم ما, ما يعني ما تاثروش بالاقوال والمبادئ اللي احنا بنشوفه في العالم دلوقتي مشي حالك ومشي امورك وربنا عارف اللي احنا فيه لا الناس دول ما قبلوش سمة الوحش ويقول في عدد ستة ومبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم يبقى الموت الأول هنا هو موت الخطية والموت الثاني هو إن هم يروحوا جهنم لو ما كانوش ناس آه يعني مستعدين للقيامه. يبقى يعني القديسين هم عباره عن الراقدين الاحياء لان ارواحهم خالده هم يقدروا يقوموا باعمال روحيه زي الصلاه مثلا. طيب عايزين نقول اذا كان الناس دي اصلا ارواحهم كانت متحده بالله وكانت حيه مع الله في الوقت اللي كانت الروح متحده هنا بالجسد، هل بعد ما الروح تنطلق من هذا الجسد من هذا الجسد الثقيل من العالم اللي مليان بالخطيه او مليان بالشرور هل الأرواح دي بعد كده مش هتكون قادرة إنها تحب وتصلي بعد ما انطلقت وعاشت مع المسيح؟ عشان كده يقول بقى في يوحنا أربعة إيه؟ الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يبقى عايزين نقول هنا بقى في الحقيقة يعني إحنا لما بنيجي نصلي يعني بنصلي عبارة عن صلاة ناس أحياء منظورين اللي هو إحنا من اجل احياء غير منظورين هم احبائنا المنتقلين واحبائنا المنتقلين اللي هم الاحياء الغير منظورين بيبصوا لينا ويصلوا من اجلنا نحن الاحياء المنظورين في هذا العالم. يبقى هنا بنقول دايما زي ما احنا بنصلي من اجل اخواتنا المسافرين في اي بلد في العالم احنا كمان نقدر نصلي من اجل اخواتنا اللي سافروا الى الفردوس. احبائي في ختام هذه الحلقه في الحقيقه اللي احنا خدنا فيها الاعتبار الاول اللي بيخلينا نصلي من اجل اخواتنا واحبائنا اللي انتقلوا من هذا العالم عايزين نقول ان العقيده المسيحيه وعقيده الكنيسه الارثوذكسيه هي عقيده كتابيه باقتدار ماخوذه كلها من داخل الكتاب المقدس الله يدينا ويديكم كل نعمه وكل بركه ولربنا المجد ما بدين الابد امين.